يا جماعة ليش باللغة العربية أنا قاعد نترجم المصارعة بالاسم التالي المصارعة الحرة، رغم أن بالإنجليزي هي برو رسلينج، اختصار بروفيشنال رسلينج، برو اختصار بروفيشنال، يعني المفروض أن نترجمها المصارعة الاحترافية، بس لما تشوف باللغة الإسبانية هم يسمونها لوتشا يعني قتال، ليبري يعني حر، ليبري مثل جذر كلمة ليبرال ليبرتي، كل معاني التحرر والحرية، فليبري معناتها حر، لوتشا القتال، إنما درج عندهم بأن لوتشا ليبري يعني المصارعة الحرة، لوتشا دور المقاتل المصارع، لوتشا ليبري المصارع الحرة، فأعتقد إن ترجمت عربيا من الإسبانية ممكن، هذا أنا لا أدري إلا أنه احتمال، فأمانة قولوا لي المهتمين باللغة والترجمات والإعلام التجاري، هل صح نسميها مصارعة حرة ولا احترافية، ولا الأكثر منطقية مصارعة استعراضية، لأن النتيجة متفق عليها والحركات مدروسة وهم رياضة استعراضية مرفقة بدراما وأحيانا رعب وأحيانا كوميديا، فالأصوب أن نسميها المصارعة الاستعراضية. أنا أشوف أن ترجمة المنتج التجاري من المصارعة الحرة أو المصارعة الاحترافية إلى استعراضية، عشان لا ينطلق أي أحد يقول لك ترى ها ترى تمثيل، ندري كه اسمها استعراضية. فينس ماكمان أصر على كلمة انترتينمنت، رسلينج انترتينمنت، انترتينمنت، انترتينر، سوبر ستار، ترى لا حجة فينس ماكمان لما يسمي مصارعينه سوبر ستارز، نجوم، سوبر، خارقين، لأنه هو ما يبي ينقرض بسالفة إنه بس مصارعين كرياضة أولمبية، هو ما يبي، هو واضح، هو منتجه عبارة عن مسرح ذكوري رياضي يغذي رغبة القتال مع دراما مع رعب مع كوميديا. قولوا لي رأيكم يا أحبابي يا المهتمين باللغات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والتعليق الإيجابي وزيارة قائمة التشغيل للفيديوهات باليوتيوب.